بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم مرة أخرى أعزائنا الطلبة في الجزء الثاني من محاضرة سلوك المستهلك الإلكتروني لمساق التجارة الإلكترونية. طبعا نستكمل الحديث في هذه المحاضرة في الجزء الثاني عن عدة مواضيع أساسية في التسويق في التجارة الإلكترونية. سأتحدث بداية عن إضفاء الطابع الشخصي أو مفهوم اللي تذكرناه قبل قليل اللي هو التخصيص الكاستمايزيشن، او قلنا له معنى ثاني اللي هو بيرسوناليزيشن. طبعا حقيقة في فرق بين الاثنين بسيط، لكن في النهاية المحصلة واحدة، هنشوف ان شاء الله. اضفاء الطابع الشخصي بيختلف نوعا ما عن الكاستمايزيشن، لكن في المحصلة بيعطينا نفس المعنى اجمالا في هذا الموضوع. في عنا فكرة التنقية التعاونية اللي هي كولابوريتيف فلترينج، وفي عنا موضوع ولاء الزبائن اللي هو في السوق الإلكتروني اللي يسموه Customer Loyalty. طبعا هنتحدث عن بعض التفاصيل لها علاقة بالثقة وما شابه ذلك في السوق الإلكتروني، لأن الثقة مرتبطة بالولاء بشكل مباشر. مقصود بإضفاء الطابع الشخصي، وممكن نسميه تخصيص أحيانا، أنه نقدم خدمة أو سلعة أو محتوى ترويجي أو إعلاني أو أي شيء للزبون حسب وضعه، حسب ملفه الشخصي، حسب البروفايل، according to his profile. ماشي، البروفايل هو الملف الشخصي، مقصود فيه يعني خصائص او تركيبه المستهلك تبعنا، بسموه بروفايل، خصائص او الملف الشخصي له، تمام، الاطار تبعه وكيف هو. فاحنا بنعطيه منتج حسب حاجته، بنسميه كاستمايزيشن او بيرسوناليزيشن. وان كانت قلنا كلمه بيرسوناليزيشن يعني بتختلف بشكل بسيط عن كاستمايزيشن، يعني مثلا احنا عندنا بدنا نعطي للجهاز الكمبيوتر او البرنامج اللي بنستخدمه بعض اللمسات الشخصيه، بسموه بيرسوناليزيشن، نعطيه الوان محدده بنحبها احنا كذا. وفي كاستمايزيشن لانه احنا بنعمل حسب ما بدنا، هاي كاستمايزيشن، حسب ما بدنا احنا بنعمل كاستمايزيشن تخصيص. لكن اضفاء الطابع الشخصي انه احنا مثلا زي انت بتدخل مكتب بكون مش الك، بتخليه شخصي او بتعطيه طابع شخصي، كيف بتحط مثلا الوان معينه، صوره ابنك، بتحط مثلا ورده بتحبها، بتحط مثلا نوع من شراشف، بتحط مثلا ديكور معين، بصير بيرسوناليزيشن. انت عملت له بيرسوناليزيشن عشان يكون قريب لك، يعني اعطيته طابع شخصي، تمام. لكن التخصيص عادة بيكون يعني اشي ستاندرد بس بتقوم فيه الجهات اللي بتقدم الخدمة، وان كون انت ممكن تقوم فيه بالتعاون معهم، انه عشان تخلي المكان مناسب لطلبك. هذا بسموه كاستمايزيشن، يعني بدك كرسي كبير، كرسي طويل، بدك اياه بستاير من غير ستاير، هذا بسموه كاستمايزيشن اكثر. بس اضفاء الطابع الشخصي انه انا بحط عليه شغلات، لمسات بتشير مباشره انه هذا المكان الي. هذه الفكره بشكل عام. لكن هنا بنحكي احنا بصراحه تقريبا نفس المعنى، لما نقول بيرسوناليزيشن وكستمايزيشن نقصد فيها نفس الشيء فيما يتعلق بمجال التجاره الالكترونيه، عشان ما نشقش التفاصيل كثير اللغويه، تمام. فالزبون بعطي الشركه معلومات شخصيه عشان ياخذ محتوى وخدمه خاصه بتلائم رغباته وخصائصه، تمام. هذا الكلام كله بيتم من خلال ملف شخصي بيتم فتحه عند الشركه، يعني يوزر بروفايل او كونسيومر بروفايل، كاستمر بروفايل، بروفايل ملف شخصي. من خلاله تتعرف الشركه على سلوكياتك ورغباتك واتجاهاتك ومواصفاتك وخصائصك الديموغرافيه والعلاقه بالداخل وكل شيء، كله بيتخزن في قاعده بيانات بتكون موجوده عند الشركه. طبعا اذا كان في علاقه بينك وبين الشركه، شركه ياهو، فيسبوك، عارفين عنها كل شيء، جوجل، امازون، اتصالات، مفترض يكون عارفين عنك كل شيء. اذا انت حابب يعرفوا عنك كل شيء، وعادة عندهم كل شيء، هنشوف قدام شوي كيف بيجمع المعلومات والبيانات، تمام. في عدة استراتيجيات، يعني طرق عامة لانشاء الملف الشخصي اللي هو البروفايل، تمام، اليوزر بروفايل او الكونسيومر بروفايل، الكاستمر بروفايل، كيف، او الباير بروفايل، كيف ننشئ الملف الشخصي. في عدة استراتيجيات عامة تستخدمها الشركات او المسوقين الالكترونيين بشكل عام. اول حاجة استخلاص المعلومات مباشرة من المستهلك. بكل بساطة بفتح حساب عند فيسبوك، أول ما افتح الحساب بطلب من الاسم والسن والعمر والجنس والديانة والمكان العمل والتفضيلات. طبعا في شغلات إجبارية وفي شغلات مش إجبارية، في شغلات ممكن تكذب فيها بين قوسين وتغيرها، في شغلات لازم تكتبها صحيحة وإلا بشتغلش البرنامج، تمام. فبيعمل لك استبان أو مقابلة، بطرح عليك بعض الأسئلة، بجمعها وبحطها في قاعدة بيانات. هو حصل على معلومات أنشأ من خلالها ملفك الشخصي، البروفايل تبعك، تمام. هذه طريقة يعني بسيطة وبدائية، بريميتيف، لكن موجودة في كل مكان تقريبا. لكن هذا الزبون اللي احنا بينا بينه علاقة، طب افرض الزبون احنا مش بينا بينه علاقة، الموضوع اعقد شوية. عشان هيك في طرق اخرى، في طريقة مثلا زي
ملاحظة كل ما يفعل المستهلك أو المستخدم على شبكة الإنترنت. يعني المستخدم بخش على الشبكة سواء معروف أو مش معروف، بدخل على الشبكة بيفتح موقع تسوق، بيفتح موقع مبيعات، بروح بيفتح يوتيوب، بتفرج على فيديو عن السيارات، بعدين بروح بتفرج على فيديو عن الطيارات، بعدين بتفرج على الأكل، بعدين برجع بتفرج على المسلسل، بعدين بروح بشتري مش عارف إيش من خلال أمازون، بعدين بسكره بشغل بفتح وورد، بشتري تطبيق خدمة من كلاود. فهذه السلوكيات البيهيفير تبعه على الإنترنت بتسجل من خلال استخدام الكوكيز اللي حنحكي عنها قدام شوي بالتفصيل. احنا حكينا عنها قبل هيك بسريع، سموها ملفات تعريف الارتباط او ملفات البيانات او سجلات التصفح. تمام، الأداة الرئيسية لتعقب سجلات التصفح اليوم هي الكوكيز، وان كان في فترة من الفترات يعني فشلت وقالوا خلاص بنستخدم قواعد البيانات بدالها واشياء مشفرة، لكن في النهاية عاودوا رجعوا لها لانها اسهل طريقة لتتبع المستهلكين زي ما نشوف كمان شوي. طبعا ذلك مقصود فيه تسجيل كل ما يفعله المستخدم على القرص الصلب دون علمه او موافقته المسبقه. احيانا بيكون بعلمه بقول له هل ترغب، واحيانا ملوش علاقه ما بسالكاش. المهم ان هذا الكوكي البيانات بتتسجل في القرص الصلب تبع المستهلك وبترسل لخادم الشبكه السيرفر تبع الشركه اللي انت بتتعامل معها من خلال الانترنت. هذه المعلومات طبعا مهمه جدا بالنسبه للشركات ومهم للمستهلك، بتسهل عليه حياته في شغلات كثيره. يعني احنا حكينا قبل هيك عن كيف انه نفتح سيشن جلسه، كنا بتفتح موقع الكتروني مثلا سواء كان ايميل او اي شغله، حتى تصفح على الانترنت احيانا بيفتح لك جلسه لحاله البرنامج. يعني بتدخل على فيسبوك بيفتح لك جلسه لازم عشان يعرف انه انت كمان مش محمل. لكن احيانا بتروح تبحث على موقع مثلا جريده سي ان ان، صفحه سي ان ان مثلا، الصحيفه واشنطن بوست او الجزيره، محمد تدخل بيفتح لك سيشن جلسه. يعني سيشن معناتنا بعملت منظومة أو قاعدة إلك خاصة فيك أنت عشان ما حدش يدخل على الثاني، بيعرف إيش وين روحت وين جيت عشان يعرض عليك شغلات مناسبة لك وعشان ما حدش يدخل عليك. حتى لو أنت علقت مثلا على مقال وكتبت تعليق تحت يعرف إنه التعليق تبعك أنت مش تبع واحد ثاني. طبعا في إمكانيات إنه أنت ما تعرفش عن حالك، هذا كلام موجود كخاصية فرض القانون في بعض الدول، لكن بشكل عام أنت لما تدخل على موقع إخباري الموقع بيعمل لك جلسة وبعطيك معرف اي دي بيعرف ان انت اللي دخلت على الموقع، بصير كل تصفح على هذا الموقع معروف انه هذا انت صاحبه. تمام، فملاحظة كل ما يفعل المستخدم باستخدام ملفات البيانات اللي هي كوكيز، تمام، اللي بتوصل في النهاية لخادم الشبكة او خادم الشركة من خلال شبكة الانترنت. تمام، هذا معلومات مفيدة لا المستهلك لانه بسهل عليه الانتقال من صفحه لصفحه. يعني ما ينفعش انا اقرا رساله ايميل وبعدين بدي اطلع صفحه ثانيه يقول لي ادخل عرف عن نفسك من جديد، او انا قاعد بشتري في موقع امازون واشتريت ماوس فاره وبعد شوي رجعت على صفحه ثانيه اشتري كيبورد لقيت الفاره رايحه ضايعه، ما ينفعش. لازم يعرف انه في كمال مصري داخل الموقع بده يشتري اكثر من شغله، فبسكرش الا لما انا اقول له بديش خلاص خلصت شراء وبدي اطلع من الموقع، بعدين بغلق الجلسه. فهذا الكوكيز هي بتسمح بافتتاح الجلسة. احنا ما بدناش ندخل في التفاصيل الفنية، لكن الكوكي هي بتعمل مينتنس، يعني هي بتحافظ على الجلسة تبعك مفتوحة وبتخليك تنتقل من صفحة لصفحة من مكان لمكان وتروح وترجع بدون مشاكل، بدون ما تدخل كل مرة من جديد. فبتسهل لك، ممكن كمان تذكرك ايش زرت وايش اشتريت وايش تفرجت، وتذكرك ايش المواقع اللي زرتها بتفيدك. لكن في النهاية هدفها مش تفيدك انت، هدفها انها تجمع بيانات عنك عشان تعمل ملف الشخصي اللي بيصير له اللي له قيمة أغلى من الذهب عند شركات التسويق وشركات التجسس وشركات التعرف على سلوك المستهلك. طبعا اللي هدفها بيكون شراء أو بكل عفوا هدفها بيكون البيع أو إلى أهداف أخرى غير اقتصادية وغير تجارية منش تدخل فيها. قلنا ثلاث استراتيجيات، يعني عندنا عدة استراتيجيات: استخلاص المعلومات مباشرة من المستهلك من خلال استبيان أو مقابلة، ملاحظة ما يفعله من خلال ملفات الارتباط أو ملفات المعلومات أو السجلات. ممكن كمان احنا نستخدم استراتيجية مختلفة وهي الاعتماد على انماط شرائية سابقة، الباترنز او ستايلز تبعتك الشرائية السابقة. قبل هيك انت اشتريت مثلا شغلات، قبل هيك اشتريت طابعة، بعدين اشتريت محبرة، بعدين اشتريت كمبيوتر، بعدين اشتريت فارة، بعدين اشتريت مش عارف مؤشر ليزر. كل هذه الشغلات اشتريتها في اشي مرتبط بينها، في نمط العلاقة بالسعر، نمط العلاقة بالجودة، باللون، بالجمال، بالجودة، بالبلد اللي اشتريت منها، بالاسعار، بطريقه الشراء، طريقه الدفع. في انماط، يعني ممكن تتعرف على انماط شرائيه، الشركات تتعرف على انماط شرائيه خاصه بالمستهلكين من خلال شرائهم السابق او قراراتهم السابقه. فبالتالي ممكن انا اتعرف على او اتوقع
تمام سلوكك المستقبلي من خلال الأنماط الشرائية السابقة. كل الكلام بتخزن في قواعد بيانات وقواعد معرفة متقدمة أو معقدة، بتحاول تفهم سلوك المستهلك من خلال تحليل هذا الملف الشخصي. ممكن أيضا نعتمد على أبحاث التسويق، لأنه في شغلات ممكن نعرفها وفي شغلات إحنا مش عارفينها وفي شغلات المستهلك نفسه مش عارفها. عشان هيك بنستخدم بحوث التسويق الماركت ريسيرش أو ماركتينج ريسيرش عشان نفهم كيف المستهلك بده يشتري أو كيف بده ياخد قرارات شرائية المرة الجاية، إيش بده يشتري وإيش بده يشتري. طبعا الكلام في نوع من الاعتماد الشديد على البيانات، ومن خلال تقنيات مشهورة مثل التنقيب على البيانات أو التعدين بسموه الداتا مايننج، باستخدام تقنيات البيج داتا البيانات الضخمة، وكل برامج أو برمجيات السيموليشن المحاكاة اللي ممكن تجدوها في السوق أو تجدوها في مجال البيانات علم البيانات والذكاء الاصطناعي وما شابه ذلك. طبعا في طريقة أخرى، طبعا هي مرتبطة، يعني هذه الطرق مش أحدها لا يستثني الآخر، تمام، اللي هو الاستدلال making inferences. inference اللي هو استدلال، تستدل عشان بتشوف أنت الزبون كيف سلوكه وكيف مواقع اللي بشوف عليها بفوت عليها، وبتستدل من هذه السلوكيات. طبعا تشبه يعني بتشبه جيم وبتشبه باء في بعض الشغلات، بس هي طريقة يعني منفصلة أو استراتيجية منفصلة، لكن فيها تقاطع مع الاستراتيجية الأخرى. أنا بحاول أفهم سلوكه ماشي من خلال بعض الحركات اللي بقوم فيها، تمام، بستدل بقول والله واضح شكله، واضح انه بدور على السعر المنخفض، واضح انه بدور على البضاعة الامريكية، واضح انه بحبش الامريكي، واضح انه بحب السلع التكنولوجية. استدلال، تمام، زي الدراسات الاحصائية وزي الدراسات النفسية، بستدل على سلوكه، تمام. ففي عندنا 5 استراتيجيات او طرق عامة لبناء الملف الشخصي للمستهلك، اللي من خلاله بدنا نعرف كيف بده أو كيف بده يتصرف المستهلك في المستقبل، أو كيف ممكن يكون سلوكه، أو كيف ممكن يتوقع سلوكه في المستقبل، تمام. في عندنا مفهوم مرتبط بهذا الكلام كله اللي هو اسمه التتبع السلوكي. التتبع السلوكي أو behavioral tracking. tracking تتبع زي التجسس، تمام. هي عبارة عن ممارسة بتقوم فيها الشركات أو المؤسسات اللي لها موقع على الإنترنت، وخصوصا الشركات الكبرى زي فيسبوك، الجافا، جوجل، امازون، فيسبوك، تمام، علي بابا وما شابه ذلك، ابل عفوا. هذه الشركات بتستخدم تقنيات لتتبع مستخدمي الانترنت والويب والتطبيقات، سواء كانت على الجوال او على الانترنت، بتشوف يعني كيف بتصرف، بتتبع التاريخ والتفاعلات والبريد الالكتروني واللايكات والمش لايكات، وكم مره نزل وكم مره حفظ وكم مره خزن، تمام، وكم مرة رفع وكم مرة اشترى. هذا كله تتبع، عملية تتبع تراكينج، انت كأنك بتجسس على المستهلك، بتسجل كل هذه الحركات، بتسجلها وفق نماذج محددة، نماذج معقدة صراحة الحين بتكون العلاقة بإدارة المعرفة وإدارة البيانات وإدارة المعلومات والذكاء الاصطناعي، بتجمعها وبتخزنها عشان بعدك تستخدمها للتسويق والإعلان وممكن شغلات أخرى احنا مش ندخل فيها، احنا بنحكي عن تجارة عن بزنس. فانت بتتبع سلوك المستهلكين طبعا من خلال إذا كان عندك ملف الشخصي بيكون نور على نور وبتضيف لي معلومات. إذا كان ما كش ملف شخصي ممكن تعتبره مستهلك مش معروف، لكن في النهاية بتعرف سلوكه بتتبعه وبتقترح عليه شغلات في نفس اللحظة، تمام. ممكن هذا التتبع يكون على مستوى موقع محدد، مثلا موقع أمازون، موقع ياهو وكذا، ممكن يكون على مستوى مزود الخدمة، يعني مثلا شركة حبارة، شركة أورانج، شركة سبيدي كليك، شركة نستريم، شركة أي شركة بدك إياها بتقدم الخدمة، فودافون، موبيلينك، ممكن على مستوى الشركة نفسها الشركة تتجسس على المستهلكين أو تتبع سلوكهم. طبعا واضح أنه هنا في أمور أخلاقية حنشوف قدام شوية. ممكن على مستوى الشبكة كلها، يعني مثلا روسيا تتبع كل المستهلكين تبعينها. ليش بحكي روسيا والصين؟ لأنهم مشهورين في الشغلات هذه، مشهورين فيها على الأقل، مشهورين مكشوفين. لكن في دول زي فرنسا وأمريكا وألمانيا بتجسسوا على السكت، ما حدش بيعرف عنهم، تمام، يعني على الأقل بيحترموا، يعني مش عارف مين أحسن، أنا محايد يعني، لكن بقول الناس انه لا، الجاسوس ممنوع وغير اخلاقي. لكن في دول بشكل عام تتجسس بشكل مباشر، واحيانا تمنعك بشكل فظ وغليظ منك تشتري شغلة او تشوف موقع معين، تمام، لكن مين احسن انا ما بتدخلش. تتبع سلوك طبعا بيعتمد اساسا على نفس الفكره اللي شفناها قبل شوي، ملفات تعريف الارتباط. يعني اذا كان عندك ملفات تعريف الارتباط، سواء كنت معروف او مش معروف كمستهلك، لازم يكون في ملفات ارتباط لانها تتخزن
في الجهاز تبعك، وبصير عملية بتساعد في عملية التجسس، كل حركة بتعملها بتسجل في هذه الملفات، وبصير في عندك سجل للتراكينج أو التتبع للمستهلكين، بسموه لوج أحيانا، يوزر لوج. اللوج يعني سجل للدخول، سجل الخروج، سجل كذا، كله مسجل حسب طبعا حسب الموقع ايش مبرمج، ايش يعني ضده، يعني ممكن يتبع كل خطوة، وممكن يتبع كل 10 خطوات، يعني ممكن يتبع كل الشغلات الرئيسية بس، ممكن يتبع كل التفاصيل اللي بتقوم فيها على الإنترنت. طبعا لو جينا نقيم هذا التتبع السلوكي او نعطي رأينا فيه، طبعا واضح انه في له ايجابيات كثيرة من ناحية الشركات، بيساعدهم في الاستهداف تارجتينج وتخصيص الموقع والبرسوناليزيشن وتخصيص المنتجات كاستمايزيشن حسب المستهلك، مثلا اذا المستهلك انثى او يحب الشغلات الفافي هيك الشيك بيجيب لها شغلات شيك، المستهلك مثلا رجل في الاربعينيات بدور على التكلفة والجودة مثلا بيجيبه كذا، شاب صغير بدور على الشغلات الموضة، فبساعده في اقتراح المنتجات، وبساعده في اذا عرف انه مثلا بحب الشغلات الرخيصة بجيبه شغلات رخيصة، عارفه بده شغلات اجنبية بجيبه اجنبية، فبساعد. لكن هالكلام طبعا بثير عدة مشاكل اخلاقية او قضايا اخلاقية لها علاقة بالخصوصية البرايفسي، كلنا البرايفسي هي مشكلة مهمة جدا، لأن معظم عملية التتبع بتتم رغما عن المستخدم، لأنه ما بيقدرش يعرضها، إما لأنه مش عارف أو لأنه أحيانا بتفرض عليه فرض، بتقول له بدك تدخل على الموقع بدك توافق على سياسة الخصوصية تبعتنا، بدك تقبل الكوكيز أو الملفات الارتباط، ففيها نوع من الإجبار. طب أنا بدي أشوف الموقع بس بديش حدا يعرف إيش بدي إيش بشوف، ففيها نوع من المشكلة بشكل أخلاقي، خصوصا إنه في يعني كثير قضايا أثيرت في الرأي العام انه هذه المواقع بتجمع المعلومات وبترسلها لشركات التسويق وشركات البحث بحوث التسويق والتجاره، وكمان ممكن ترسلها للمخابرات او لجهات اخرى مشبوهه يعني وسلوكها مش جيد، فبالتالي في مشكله فيما يتعلق بالتجسس او بالتتبع السلوكي، لانه يعتبر نوع من التجسس زي ما نقول اسبيوناج على المستهلكين، فالقضيه مفتوحه يعني لا تقييمكم. تحدثنا كثيرا عن ملفات الارتباط وحكينا اكثر مره عنها، خلينا ندرس يعني نفهم ايش بالضبط معنى ملفات الارتباط. ملفات الارتباط او ملفات تعريف الارتباط او ملفات المستهلك او سجلات التصفح يعني تقريبا نفس المصطلح، هي عباره عن ملفات نصيه تكست، زي التكست شوف كيف ملف التكست تبع وورد تبع المفكره، ملف نصي مكتوب فيه كميات في بيحتوي كميات بسيطه من المعلومات، بسيطه بمعنى قليل يعني ما فيش فيديوهات وصور كذا، لا هو بس بحط ايش، بحط تاريخ، بحط عنوان، بحط اسم مستهلك، بحط كلمة سر، بحط كذا، تمام؟ بخزنها بشكل مشفر أحيانا طبعا، غالبا بشكل مشفر، فهو عبارة عن ملف تكست بسيط بيكون مخزن في جهاز المستهلك، تمام؟ في جهاز سواء يكون كمبيوتر أو جوال، كمبيوتر في النهاية جوال كمبيوتر، تمام؟ وبتحفظ في جهاز الكمبيوتر التابع لك أو الجوال تبعك أو أي جهاز، ممكن يكون غسالة، ممكن يكون سيارة، أي جهاز فيه نظام كمبيوتر بيحمل الملفات في الداخل تخزن فيه، وبتبدأ هذه الملفات تسجل كل الحركات بتقوم فيها انت على الموقع او على الانترنت، اذا طبعا كان البرنامج الموقع مبرمج هيك، يعني مش مبرمج بخزنش، فاذا الموقع نفسه مبرمج انه مثلا كل ما تخش على موقع امازون افتح ملف اسمه مثلا 151 او اسمه مثلا تتبع كذا، سجله باسم كمال المصري، اكتب فيه ساعه قديش دخل على الموقع، ساعه قديش طلع من الموقع، كم مره اشترى، كم شغله اشترى، ايش كلمه السر تبعته، في شغلات ضروريه لازم تسجلها عشان يقدر يتبعك، اللي هي الاسم اليوزر وكلمه السر وما شابه ذلك والمكان والاي بي ادرس، في شغلات حسب اختيارات المبرمج او حسب اختيارات المسوق بده يرفع عنك، كم مره انتقلت، كم ساعه قعدت على الموقع، كم ساعه، كم مره اشتريتها، كم مره، كل هذا تسجل في المصدر. المهم في النهايه احنا بنحكي عن ملف يعني شكله الحقيقي هيك بكون ملف زي هيك، تمام، ملف زي هيك في جوا معبى instructions او اسطر بكون فيها مسجله، طبعا واضح انها مشفره، ممكن يكتب العناوين اللي دخلت عليها، عنوان مثلا موقع حي مثلا، عنوان الموقع اللي دخلت عليه، كل رمز من هذول له معنى، دخل ما دخلش، طول ما طولش، اشترى ما اشتراش، تاخر ما تاخرش، كلمه السر ممكن تكون مثلا مشفره اليوزر نيم، فالملف بكون شكله زي هيك. طبعا انت في عندك اعدادات الانترنت تسمح لك انه انت تمحي الكوكيز هذه من فتره واضحه، طبعا الصوره بتهيألي من موزيلا فايرفوكس، كل متصفح له طريقه مختلفه، مثلا جوجل كروم له طريقه اسمها في بند اسمه الخصوصيه، بتحذف سجل التصفح، تمام، فكل موقع بتروح عليه كل متصفح له طريقه ممكن تحذفها في اي وقت بدك اياه، ممكن تلغي اصلا خاصيه الاحتفاظ بملفات الارتباط اذا انت بتكاش بتتصفح بشكل انونيمس يعني خفي ممكن، بس هالكلام بيحرمك من مزايا زي ما قلنا قبل شوي انه في له مزايا للمستهلك، انه بريحك في انتقال من صفحه لصفحه والبحث عن معلومات واقتراح عليك شغلات، لكن ملف تريك تفهم انه ملف تعريف الارتباط هو عباره عن ملف نصي بسيط في بيانات خفيفه
ده 10 كيلو 20 كيلو بايت، مش ملف ضخم. بخزن معلومات بشكل بدائي primitive، لكن المعلومات تكون مرتبة بشكل معين بحيث انه السيرفر تبع الشركة يقدر يقرأها ويفهم من خلالها مين داخل على الموقع وكيف داخل على الموقع وقديش قاعد على الموقع. وطبعا كل يوزر مختلف، كل ما يوزر جديد بعمل له سيشن بفتح له ملف او اكثر خاص به. اذا اجى مستخدم جديد طبعا لازم يكون طلع من السيشن، يعني يشعر الجهاز انه طلع عشان يفتح له ملف جديد. وزي ما قلنا بامكانك تحذفه في اي لحظه بدك اياها. طبعا هذا بنعرفه احنا، الامور هذه يا جماعه فيها تفاصيل كثيره وفيها محاذير كثيره، وفي شغلات احنا بنعرفها وفي شغلات ما بنعرفهاش، عشان هيك الانسان يكون حذر جدا لما يتصفح مواقع الانترنت ايا كانت واي كان الغرض منها. المفهوم الثاني اللي قلنا بنحكي عنه اللي هو التنقيه التعاونيه، التنقيه الترشيح فلترينج. احنا قلنا الفلتر معناته الفلتر بالعربي، بنقول انه احنا بس هو بمعنى الصحيح المرشح او المنقي. تمام. الكولابوريتيف فلترينج هي تقنيه، التنقية التعاونية التقنية بتساعد على فهم رغبات الزبون من السلع دون سؤاله عن رغباته، طبعا بالرجوع لملف بيانات الزبون، بيانات المستهلك اللي هو قلنا عنه قبل شوي الملف الشخصي. فينا في قاعدة البيانات له ملف عندنا، ما فيش على الملف تعرف الارتباط اللي بيكون على جهازك وبس، لا بيكون عند الشركة ملف شخصي بروفايل مخزن فيه بيانات، سواء كانت عبها لشخصه أو جمعت عنه بالطرق الاستراتيجيات الخمسة شفناها أو من خلال الكوكيز أو ملفات الارتباط. ففي النهاية هذا ملف بحاول انا من خلاله افهم رغبات الزباين من غير ما اساله، من غير ما اقول له السلام عليكم ايش بدك تشتري اليوم، لا براعي ملفه بدرس الملف، بستخدم الاستدلال، بستخدم معادلات ذكيه غالبا بتكون اليوم محوسبه مؤتمته من خلال الذكاء الاصطناعي، بحاول افهم سلوكه. تمام. طبعا في نظريات في علم السلوك، علم النفس، علم الاجتماع، في نظريات اداريه، في نظريات هندسيه بتحاول تتنبأ بالسلوك من خلال السلوك السابق من خلال البيانات، بتعمل علاقات تمام او نماذج بتفسر او بتتوقع سلوك المستهلك من خلال البيانات اللي بنحصل عليها عنه او المخزن عندنا في قاعدة البيانات. تمام. ممكن نعتمد على سلوكيات زبائن اخرين بيشبهوه. في النهايه العمليه عمليه ذكيه معقده، بدها قواعد بيانات وبدها قواعد معرفه وبدها تقنيات متقدمه في التنقيب عن البيانات اللي هي الداتا مايننج، ونظم متخصصه في الفلترنج او في التنقيه والترشيح للفلترنج سيستمز، وهالكلام كله بنسميه التنقية التعاونية. طبعا كثير من نظم التخصيص اليوم تعتمد على مفهوم التنقية التعاونية، لأنه إذا قدرت أنقي أو أصفي أو أرشح بقدر أعمل segmentation اللي هو تجزئة ومجموعات بحيث أتعامل مع كل مجموعة على حدة. طبعا يعني هي تعريفها بالمفهوم الحديث نفس الفكرة شرحناها، هي عبارة عن طريقة لخلق تنبؤات آلية، بدل ما أقول أسأل واحد واحد بشكل automatically أعمل تنبؤ تمام بسلوك الزبون واهتماماته من خلال جمع معلومات حول التفضيلات او الاذواق من عده مستخدمين، عشان هيك بنسميها تعاونيه. فعشان هيك في عندنا يعني في نماذج، في خوارزميات تمام ممكن تعتمد على المشتريات، ممكن تعتمد على السلوك، في حنشوف قدام شوي اكثر من نوع، لكن في النهايه عندي اكثر من مستهلك بحاول ادرس العلاقات بين سلوكهم، وفي الاخر اصل لنتيجه ان المستهلك تبعي بده يتصرف بطريقه الف او باء او جيم حسب الخوارزميه اللي انا طورتها. طبعا هذه الخوارزميات ممكن تكون او غالبا بتكون يعني ممتلكة أو مملوكة للشركات، وبتكون هي يعني ميزة تنافسية لها أنها تقدر تطور خوارزميات ذكية تتنبأ بسلوك المستهلك أكثر من خوارزميات الشركات المنافسة، لأنه هذه أشياء داخلية وأحيانا تكون سرية تريد سيكريت. في عندنا عدة أنواع من التنقية التعاونية، بصراحة مش كتير مهم الموضوع لكن جيد نطلع عليه، يعني في المطلوب منكم التنقية بالاستناد على القواعد، التنقية بالاستناد على المحتوى، التنقية بالاستناد على النشاط رول بيزد بيعتمد على القواعد معينة رولز، بيعتمد على المحتوى كونتنت بيزد، وباكتيفيتي بيزد على النشاط اللي هو النشاط المستهلك على الانترنت. الاولى مقصود فيها ان انا بكون في عندي احيانا استبانات ماشي، سواء كانت اجابه بنعم او لا او اختيار متعدد، بحاول اتعرف على سمات شخصيه للمستهلك، هذا اول مره طبعا بصل لخصوصياته، بعرف انه له خصوصيات معينه، سنه وعمره ووزنه، حبه للرياضه، ميوله الثقافية، ميوله الدينية، كل هذه المعلومات كلها بتكون مخزنة في قاعدة البيانات. بالاعتماد على هذه القواعد تمام اللي أنا حددتها قبل هيك، بقدر أحدد أو أتوقع سلوك الزبون العالي أو الجديد ماشي، بصنفه أنا مثلا إنه هو ضمن مجموعة ألف أو باء أو جيم أو دال أو كذا، فعملي بعمل segmentation تمام، بصنفه حسب هذه القواعد وحسب هذه الأدوار. مثلا بحكي إنه زبون اللي عمره 35 سنة أكثر من 35 ودخله زيادة على 100,000 دولار سنوي مثلا، ممكن أعرض عليه جيب شيروكي، إذا كان دخله أقل بعرض عليه مثلا مازدا ماشي، وهكذا. لأنه بناء على هذه القواعد اللي أنا استخلصتها
من البيانات، بأعمل عملية تنقية تعاونية وبقترح على الزبون شغلات ممكن تكون معتمدة على المحتوى، يعني التنقية معتمدة على المحتوى مش على قواعد، يعني مش بسأله عن السلع المفضلة إليه ماشي، وبأختار عليه سلع معينة محددة وبشوف إيش الرغبات اللي بتمشي معه أكثر، بعد هيك بصير أنا أعرف إيش بده. طبعا هاي الطريقة واضحة إنه هي أكثر تعقيدا، لأنه لازم يكون عندي مجموعة من البدائل السابقة المسبقة جاهزة عشان أطرحها زبون وأقول له والله أنت يعني حسب ما يعني إيش بدك أنت، مثلا بتفضل سيارة ألف ولا باء ولا جيم ولا دال، بكون عندي ألف وباء وجيم دال جاهزات، بدي أقترح عليه مثلا رحلة ولا مثلا فيلم ولا كذا، بكون عندي خيارات جاهزة عشان أقترح عليه وأشوف إيش المحتوى اللي بيعجبه أكثر، وبناء عليه بصير أرسم سيناريوهات إله ولا غيره. تمام. التنقية بالاستناد على النشاط، ما تشوف على سلوكه الشرائي على الشبكة زي ما قلنا قبل شوية، بسجل تحركاتهم وبدرسها وبعمل سيناريوهات للقرارات اللي ممكن يتخذها، يعني بتوقع انه 50% يشتري سيارة، 30% بشتري بتوقع انه يشتري بطاقة مثلا سفر عبر القطار، 20% بتوقع انه مثلا ما يشتريش ولا حاجة ويشتري يركب على التاكسي على الخط مباشرة. تمام. بتوقع انه مثلا السنة بده مضي الاجازة داخل البلد كذا او بكذا كذا، بحط سيناريوهات حسب سلوكه وحسب نشاطه على الانترنت. اخر نقاط بصراحه في الفصل، يعني يمكن تطرقنا لها بشكل غير مباشر وصارت مفهومه كثير، بس عشان من باب انه احنا نمر عليها، ولاء الزبون اللي هو اللويالتي شيء مهم جدا من اهداف التجاره. حكينا قبل شوي انه الولاء صعب جدا في البيئه الافتراضيه لانه انا بعرفوش وبعرفنيش، فبالتالي يعتبر من اهم اهداف التجاره الالكترونيه تعزيز الولاء للزبائن، لانه في اكثر من سبب صراحه، يعني قلنا لانه بعرفوش وبعرفنيش فالثقة صعبة والولاء صعب، ولأنه ممكن في أي لحظة الزبون يسيبني يروح على واحد ثاني، فالولاء مش مضمون، صعب جدا تضمن ولاء الزبون، لأنه الشيفت كوست أو السواب كوست اللي بسموها أحيانا أنك تطلع من واحد لواحد سهل جدا، كنت تشتري عند أمازون كبسة زر بصير أشتري من ياهو، فيش يعني فيش قيود، قيود قليل جدا. طبعا هذا الكلام بيحكي يعني نظريا يعني فيش قيود، لكن في تكلفة نفسية، في تكلفة حنشوف قدام شوية في التسويق أو حتشوفوها في مساقات أخرى، انه في تكلفه تتراوح من كذا لكذا حسب، لكن في النهايه بشكل عام الانتقال من زبون من مورد لمورد او من بائع لبائع في التجاره الالكترونيه اسهل بكثير من الانتقال من بائع لبائع في التجاره التقليديه، هذا بصفه عامه. تمام. وان كان في حالات خاصه بكون فيها العكس. ايش تعرف ولاء الزبون؟ ولاء الزبون اللي هي درجه بقاء الزبون او العميل مع الشركه وتكرار مشترياته او استمراريتها على شراء سلعه او صنف معين من الشركه. يعني في زباين بضلوا يشتروا بيجو طول عمرهم، في زباين بضلوا يشتروا مرسيدس طول عمرهم، في زباين بضلوا يشتروا مثلا كوكاكولا طول عمرهم، في زباين بيشتروا من كوكاكولا العلبه املتر طول عمرهم بغيروهاش. تمام. الصنف معين، في بيحبوا يشتروا بضاعه فرنسيه بيشتروش الا فرنسي، في بيشتروا امريكي بيشتروش الا امريكي، في بيشتروا محلي بيشتروش الا محلي. هذه نوع من الولاء، احيانا الولاء بيكون عالي جدا، يعني في ناس لو طخوا بين قوسين سامحوني في المصطلح بيشتريش الا بي ام دبليو ايا كانت المغريات، عنده ولاء عالي جدا للشركه. في ناس لو خففت $100 بسيب الشركه بروح بشتري شركه ثانيه، فالولاء بيختلف من شخص لشخص. تمام. طبعا الولاء واضح انه يعني بنعكس ايجابا على نسبه الولاء او معدل الولاء بنعكس ايجابا على مبيعات الشركات وارباحها. تمام. وخاصه اذا انت يعني تستغل الولاء كويس، بعض الشركات تستغل الولاء بشكل سلبي كمان، يعني سلبي بالنسبه للمستهلك، يعني ممكن تحمله سعر زياده لانه عارف انه هذا المستهلك مش ممكن يستغنى عن هذا الماركه، استغنيش عن سوني فبدفعه $50 زيادة في الكاميرا بس عشانه بحب سوني، مع انه قادر يشتري كانون بأقل من $100 حتى مش 50 وهي أفضل منها، بس خلاص عشان عنده ولاء عالي فأنا بقدر يعني تشارج أو أدفعه أكثر لأنه عنده ولاء عالي. فهالكلام مهم جدا بالنسبة للشركات، فالولاء بيؤدي عادة إلى زيادة المبيعات والأرباح، وعلى الأقل تضمن إنه ما يروحش من عندك. تمام. فجذب الزبائن والاحتفاظ بهم من أهم اهتمامات الشركات وخاصة في مجال التجارة الإلكترونية. تمام. وجذبهم قلنا صعب، والوصول إليهم صعب، وجذبهم صعب، ولكن الاحتفاظ بهم أصعب. هالكلام صحيح في التجارة التقليدية ولكنه أكثر دقة وأكثر أهمية في التجارة الإلكترونية زي ما قلنا. فامتلاك زبون جديد يكلف الشركة بأكثر من 5 إلى 8 مرات من الاحتفاظ بالزبون. تمام. زبون جديد، الاحتفاظ بالزبون بوفر التكاليف بعدة طرق، مثل خفض تكاليف التسويق وتكاليف التعامل وتكاليف دورات وتجديد الزبائن وتكاليف الضمان وغيرها. فلما يكون عندي زبون انا تمام جديد
بكلفنا، فالافضل انه احتفظ بزبونه عندي. طبعا هذا الفكره بتتناقض مع الفكره اللي حكيتها قبل شوي انه الاحتفاظ اصعب. الاحتفاظ اصعب صحيح، لكن بحكي عن تكلفه بحكيش عن صعوبه. انا اصعب انه احتفظ به، هذا اتفقنا عليها، لكن لما احكي عن امتلاك زبون جديد، امتلاك زبون جديد معناته بدي اعمل استطلاع واستدلال واستكشاف وتحري وتارجتينج واستهداف وبوزيشننج وسيجمنتيشن وراح ادور عليه. لكن انا عندي زبون موجود، ليش اضيعه مني؟ صح انه صعب لكن تكلفته اقل الحفاظ عليه، فلازم احافظ عليه. فالاولويه اني احافظ على الزبون او ولاء الزبون، تمام؟ لانه ولاء الزبون قلنا يعني بعزز موقع التنافس للشركه، لان المنافسين ما بيقدروش يوصلوا للزبون تبعك. اذا انت عندك زبون يعني عنده ولاء تام لك، بيشتريش الا الجبنه تبعتك او بيشتريش الا البسكويت تبعك، مستحيل وصعب جدا واحد ثاني يوصل له، فصار عندك موقع تنافسي قوي في السوق بالنسبه لهذول الزبائن، ما حدش بيقدر ياخذوا منك. عشان هيك الولاء مهم جدا. نقطه بناكد عليها في النهايه، مع ظهور التجاره الالكترونيه تراجع ولاء الزبائن لشركات معينه او سلطات معينه بشكل عام، تمام؟ ليش؟ لانه الزبون عنده قدره على التسويق والمقارنه من خلال المواقع والمعلومات المتاحه والانتقال من موقع لموقع وتجريب سلعه اخرى بسهوله واقل تكلفه، استخدام العمليات الحديثه والشراء والتنقل ومحركات البحث والمقارنه. هذه النقطه اللي حكيناها اول ما بدينا على السلايد، اول ما حكينا على السلايد. فتكلفة الشيفت كوست اقل بكثير، لانه الشيفت كوست تتكون من معلومات، تكلفة البحث عن المعلومات، تكلفة البحث الثقة والتجربة والانتقال، كلها تكاليف. في التجارة الالكترونية التكاليف بتكون اقل، فسهل جدا ان الزبون كان بيستهلك برنامج كذا فجأة تلاقيه انتقل على برنامج كذا. كان يشتري مثلا موسيقى بموقع امازون صار يشتريها من موقع سوني، فيش فرق في النهاية، كبسة زر وبشتري من موقع ثاني، مش زي ما يشتري سيارة متعود على بي ام دبليو بدي احولها لفولكس واجن في السوق التقليدي. فالولاء الالكتروني فهمنا ايش مقصود فيه، هو ولاء الزبون لشركه تجزئه الكترونيه او شركه مصنعه تبيع مباشره للمستهلك عبر الانترنت. يعني انا الشركه ما بتعاملش معها بشكل مادي، بتعامل معها من خلال الانترنت، فولائي لها ولاء الكتروني في هذه الحاله، تمام؟ طبعا بيعتبر امتلاك الزبون والاحتفاظ به من عناصر النجاح الاساسيه زي ما قلنا في ميدان التجاره الالكترونيه، لان امتلاك الزبون الجديد مكلف جدا. الشركات ممكن ان تحافظ على الولاء الالكتروني لمواقعها من خلال دراسات، ابحاث مستمره، تحصل على معلومات عميقه عن المستهلكين، حاجاتهم، رغباتهم، بحيث انها تزودهم افضل خدمات. بتقدر تعمل كاستمايزيشن وبيرسوناليزيشن لهم وتدعمهم من خلال كل اللي شفناه قبل شوي، نموذج شراء المستهلك وقرارات المستهلك وتعرف عليها، فاكيد حتحصل على مستوى عالي من الولاء وحتحصل على ربحيه عاليه وموقع تنافسي ممتاز جدا. طبعا في مواقع متخصصه، ممكن تشوف مثلا loyaltyresource.com، في موقع غير يعني على سبيل المثال، بتقدم كثير من الخدمات في هذا المجال، بتساعد الشركات، بتقدم استشارات او بتقدم معلومات او بتقدم طرق لضمان الولاء الالكتروني. طبعا الولاء الالكتروني عشان نختم هذه النقطه، يعتبر من العقبات الكبيره التي تواجه الزبائن للانتقال الى المواقع الالكترونيه الاخرى، تمام؟ اذا كان في ولاء الكتروني عالي وناجح بتخليهم مش ينتقلوا، وان كان بشكل عام قلنا انه الانتقال من موقع لموقع من شركه لشركه الكترونيه اسهل بكثير بسبب التكنولوجيا وامكانيات البحث والمقارنه. اخر نقطه اللي هي اشباع رغبات الزبائن في التجاره الالكترونيه. طبعا مرتبطه، رغبات الزبائن مرتبطه مباشره بالولاء، يعتبر اشباع رغبات الزبون من العناصر الاساسيه للولاء والاحتفاظ بالزبون في بيئه التسويق التقليديه وفي الالكتروني اكثر اصلا، مع تزايد المنافسه، سرعه انتشار العولمه، الاسواق غير مستقره، تمام، المنافسه الجديده، الخيارات البديله، صار لازم انه احنا دائما نراجع استراتيجيتنا التسويقيه، تمام، خصوصا انه فيش حدود جغرافيه وفيش قيمه للمسافات، لانه كله بيتم من خلال التجاره الالكترونيه عن بعد. ممكن تشتري من المانيا، من الصين، من الهند، خصوصا بالنسبه للمنتجات الرقميه والالكترونيه، وخصوصا اذا كان فيش قيود جغرافيه، فيش حصار جغرافي زي ما عندنا في فلسطين، ممكن تشتري السلعه من اي مكان بدك اياه. يعني انت في فرنسا ممكن تشتري غساله من المانيا بكل سهوله ب 20 دولار توصيل، بتكون عندك ثاني يوم او ثالث يوم الغساله. فالحدود الجغرافيه اصبحت ما لهاش قيمه كثير، فبالتالي مطلوب انك تركز بشكل كبير جدا على اشباع رغبات الزبائن عشان تضمن يكون في عندك ولاء، والولاء قلنا مهم جدا بالنسبه لنجاحك كشركه الكترونيه. فيعتبر اشباع رغبات الزبائن من اهم عناصر الاستجابه ورده الفعل في علاقه الشركه مع الزبون، عشان تضمن انه رد الفعل تبعه يكون ايجابي في التجاره الالكترونيه لازم يكون في رغبات مشبعه، والا مش حيرجع. لانه الدراسات تحكي انه 80% من الزباين اللي عندهم درجه اشباع عاليه في التسوق عبر الانترنت حيرجعوا يشتروا منك خلال فتره، طبعا شهرين حسب الدراسه، هذه ممكن تكون اقل او اكثر حسب الدراسه الثانيه.
والدراسات بتشير أيضا إلى أن 90% منهم سوف يذكر هذا الموقع لأصدقائه، يعني حيساعدك في الترويج إليك. 87% من الزبائن اللي مش بشبع رغباتهم، اللي مش راضيين، سيتركوا موقع الشركة بدون أي تعليق، من غير ما حتى يقول لك مع السلامة، حيسيب الموقع يروحوا. عشان هيك إشباع الرغبات الزبائن، طبعا هذا الموضوع برضو يعني واضح إنه التسويق هدفه إشباع الرغبات، مهم جدا عشان نضمن الولاء وعشان نضمن نجاح العملية التسويقية كلها. طبعا عشان هيك الباحثين اهتموا، سواء كانوا أفراد أو مؤسسات، اهتموا بشكل كبير في إشباع رغبات الزبائن عبر شبكة الإنترنت. وفي مؤشرات، قلنا احنا المؤشرات هذه للقياس، قلنا if you cannot measure it you cannot manage it، بتقدرش تقيس بتقدرش تدير، فكل شيء بده قياس. عشان هيك في مؤشرات متعددة تم تطويرها من خلال مؤسسات بحثية زي بي سي جي، زي جارتنر، زي كي بي ام جي، شركات ارنست يونغ اند يونغ. في جامعات، جامعة ميتشيغان مشهورة في المؤشرات هذه، سلوك المستهلك، رغبات المستهلك، مزاج المستهلك، جامعة ميتشيغان من الجامعات المشهورة في هذا المجال، طورت مؤشر اسمه مؤشر اشباع رغبات الزبون الامريكي في مجال تجاره التسويق. طبعا هذا المؤشر مهم جدا لصناع القرار في مجال التسويقي والشركات، بيسترشدوا فيه، بيستفيدوا منه عشان يعرفوا كيف يشبعوا رغبات الزبائن ويواجهوا المشاكل اللي بتواجههم في هذا المجال. موضوع الثقه برضو نقطه اخيره لها علاقه بموضوع الولاء واشباع الرغبات. طبعا الثقه مقصود فيها حاله نفسيه مشتركه بين طرفين او اكثر، يحدث بينهم تفاعل وتعاون من اجل تحقيق هدف مخطط له مسبقا. هذا كلام يعني عام، من نشر كل التفاصيل. في النهايه حاله نفسيه، الثقه حاله نفسيه. لما الناس يثقوا ببعضهم البعض بصير عندهم ايمان، قناعه انه لازم نحافظ على الوعود اللي بيننا، تمام، مع انه الطرفين يعني في بيفترضوا في علاقه، في خطوره في العلاقه بينهم، او في خطوره في عالم التجاره الالكترونيه، لان احنا ما بنقابلش بعضنا، ما نعرفش بعضنا، لان ما بنشوفش السلعه، ما بنمسكهاش بايدينا. لكن في النهاية لما يكون في ثقة بتولد قناعة أو إيمان لدى الطرفين إنه في يعني نوع من الثقة، إنه ما فيش داعي، يعني ما فيش داعي إنه إحنا نحنث بالوعود أو نخلف الوعد. فطبعا الوعد مقصود فيها يعني المشتري إنه يستمر في البيع في الشراء ويبقى على العهد زي ما بيقولوا، عنده ولاء، والمنتج إنه يقدم السلعة حسب المواصفات والسعر والجودة المطلوبة، تمام. فالثقة مهمة جدا، عشان هيك الشركات عبر الإنترنت بتحاول دائما تعزز الثقة بينها وبين الزبائن، وبتحاول تحقق ذلك من خلال عدة أمور، أهمها المتابعة مع الزبون بعد الشراء، خصوصا في ظل العولمة ما قلنا واختلاف الثقافات والتراجع الثقافية. مطلوب أنه دائما إحنا نتبع مع الزبائن ونتأكد أنهم راضيين، وعشان الثقة تظلها مستمرة. أحيانا ممكن يكون في أخطاء مش مقصودة ممكن تدمر الثقة، فبالتالي لازم يكون الشركة يعني تبعت للزبون مثلا شغلة، اشترى منك كاميرا، تتبع معه بعد شهر وصلتك ما وصلتش، استخدمتها صح، اذا في اي مشكله عندك احنا مستعدين نرجع لك نصلح لك كذا. فهذه كل الامور بتساهم في تعزيز الثقه، خصوصا انه احيانا يعني انت مش مستعد تخاطر، لانه اذا اشتريت كاميرا من شركه صينيه صعب تروح لحقها قانونيا وتشتكي عليها وتثبتها في المحاكم، لانه ما فيش محاكم عندها صلاحيات على مستوى الدوله تبت في مواضيع قضايا غش وتزييف شغل بسيط. عشان هيك لازم يكون في ثقه، الثقه بتريحك من كل هذه المشاكل، بتريح المستهلك، بتريح المنتج، عشان هيك او البائع. عشان هيك لازم يتم تعزيز الثقه بين الاثنين، وان قلنا وان كان كما قلنا صعب جدا انك تحقق الثقه ببساطه في التجاره الالكترونيه، لانه انت بتحكي عن بيئه افتراضيه، لا بتعرف البائع ولا بيعرفك، احيانا ما بتعرفش كيف شكله او وين مكانه. عشان هيك في طبعا جهود كبيره جدا تبذل في هذا المجال عشان نعزز الثقه بين البائع والمشتري، للامن والحمايه، للبنية التحتيه، للارسال، للتسليم، لطريقة الدفع، لطريقة التسليم، للضمانات، للصيانة، قطع الغيار وما شابه ذلك، تمام. هيك بنكون خلصنا الفصل الخاص بسلوك المستهلك الإلكتروني. أنا سامحوني بسرع شوية عشان الموضوع، بس التسجيل بديش أطول عليكم فيديوهات، لكن أعتقد أن احنا غطينا الموضوع بشكل كامل إن شاء الله. في عنا بعض القضايا الإدارية ممكن تكون يعني قضايا للدراسة والبحث، يعني بدناش نشرحها لأنه في شوقت. مثلا هل يفهم التجار مستهلكي منتجاتهم؟ هل التجار بيفهموا المستهلكين فعلا؟ يعني ممكن نقول مثلا دراسة على شركة جوال، دراسة على شركة الوطنية، دراسة على شركة العودة. ماذا يريد الزبون من التكنولوجيا؟ هذه أسئلة مطروحة، قضايا إدارية مطروحة بدها علاج أو بدها دراسة ونقاش. كيف يمكن أن يحدد زمن الرد في خدمة الزبائن؟ قديش خدمة الرد؟ طبعا في شركات عندها معايير جودة واضحة، أنه مثلا الزمن طبعا خلال تراكمات، يعني خلال تراكمات من خبرات متراكمة حدد الزمن، لازم يكون مثلا ربع ساعة، نص ساعة، يوم، 24 ساعة. في شركات مش عارفة،
كيف يتم تحديد هذا الزمان؟ هذه قضية إدارية مطروحة للنقاش. كيف يمكن قياس كفاءة خدمة الزبائن؟ إيش يعني كفاءة؟ إيش مقصود فيها؟ طبعا في دراسات كثيرة في هذا الموضوع. هل إدارة العلاقة مع الزبون إدارة حقيقية ولا كلام فاضي بدها دراسة؟ هل على الشركة أن توفر إدارة العلاقة بالمستهلك الإلكتروني ECRM Customer Relation Management؟ هل الزبون راضي عن موقع الشركة الإلكتروني مثلا جوال، عن موقع فيسبوك، عن كذا؟ خاصة احنا نحكي عن شركات عادية بتكون ولها موقع. بدنا نشوف هذه كلها أمور إدارية أو قضايا إدارية تستحق الدراسة من قبل الخبراء والباحثين اللي إن شاء الله حتكونوا أنتوا من أهمهم. طبعا هيك بكون خلصنا إن شاء الله الفصل. بارك الله فيكم، إن شاء الله أتمنى تكونوا استفدتوا، وإلى لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.